أستاذة كارما، اتفضلي. شكراً سيادة الرئيس. المحكمة اطلعت على ملف التحقيقات ومذكرة الدفاع والمستندات اللي انت قدمتيها. أنا آسفة يا فندم، أنا عارفة إن الورق كتير شوية، بس والله غصب عني. مفيش مشكلة ولا حاجة، بس دي مستندات تخص النشاط العقاري لشركة الكومي. حضرتك معاكي أي مستندات تخص القضية اللي قدامي دي؟ عندي يا فندم في صلب الموضوع وعصب القضية، بس بعد إذن سيادتك مأجلاها للمرافعة. يعني ما كانش في داعي إن حضرتك تجهدي المحكمة بالورق ده كله؟ لا لا يا سيادة الرئيس، لازم المحكمة تتأكد إن الحالة دي نشاز في تاريخ موكلي في نشاطه العقاري. تمام، والمحكمة تأكدت يا أستاذة. اتفضلي اترفعي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أوضح لسيادة المحكمة، أنا بعتذر يا فندم، تسمح لي أرد على التليفون؟ تليفون إيه يا أستاذة؟ أنت بتترفعي يا أستاذة. أرجوك يا فندم معلش، دي مسألة حياة أو موت، أنا هفتح السبيكر لحضرتك. كمان هتفتح السبيكر؟ عشان سعادتك تتأكد بخطورة الموقف. افتح السبيكر وخلصينا، إيه الجنون ده؟ أيوة يا حاج، سلام عليكم. ايه الاخبار يا استاذه كارما؟ طمنيني. الحمد لله تمام، انا دلوقتي في المحكمه قدام سياده المستشار، بيني وبينه 5 خطوات بالظبط. بجد يا استاذه؟ المستشار وجدي ياسين بنفسه؟ يعني امال خياله؟ لا مؤاخذه سعادتك، اصله فهمه بطيء شويه. ايه اللي بيحصل ده؟ ايوه يا حاج انا معاك. طب فرحيني يا استاذه، وافق خلاص؟ لا لسه، سياده المستشار وجدي ياسين مصمم على 800,000، مش هينفع ينزل منهم ولا مليم. مش هينفع ازاي يا استاذه كارما؟ انت وعدتيني انك هتقنعي وجدي بيه بانه ياخد 600,000 ويخلص. دي جريمه علني يا سياده الرئيس. دي اكيد مجنونه. يا نهار اسود، اقبض عليها يا سياده العقيد. استنى بس يا سياده العقيد، ثانيه واحده. ولا ربع ثانيه يا استاذه، المحكمه امرت بالقبض عليك. هافهم بس من سياده المحكمه ايه التهمه اللي متوجهه لي، هتقبضوا عليا ليه؟ اعتقد ده من حقي. التهمه واضحه يا استاذه، مش محتاجه تفصيل. ايه التهمه يا سياده الرئيس؟ هتقبض عليا بتهمه ايه؟ الرشوه. حضرتك دي قضية رشوة، انت بتتكلمي مع واحد غريب في عرض رشوة على هيئة المحكمة. رشوة؟ انا متهمة برشوة؟ انا لساني نطق قدامكم كلمة رشوة؟ امال سعادتك بتسمي الكلام اللي قلتيه في التليفون ده ايه؟ بيع وشراء يا سيادة النائب، وساطة بريئة جدا بين بايع ومشتري. بايع؟ ايوه يا سيادة الرئيس، سيادتك نشرت اعلان في جريدة الاهرام من اسبوع بتعلن عن بيع شقة مملوكة لسعادتك في حدائق القبة ب900,000 جنيه، وكاتب رقم تليفون سعادتك في آخر الإعلان. التليفون اللي جالي دلوقتي سمسار عقارات، معرفة قديمة، طلبني وسألني إذا كنت أعرف سيادتك ولا لأ. قلت له طبعاً أعرفه وهقابله كمان بعد بكرة. طلب مني إن أنا أتوسط لحضرتك إنك تعمل تخفيض في سعر الوحدة السكنية من 900,000 ل600,000. بس خلاص. هو ايه اللي بس خلاص؟ ده تهريج يا استاذه. انت واقفه بتترافعي ولا بتتفقي مع سمسار شقق؟ لا بترافع يا سياده الرئيس، والتليفون اللي انا عملته ده في صلب القضيه اللي انا بترافع فيها، واساس الجنائي اللي الداخليه بنت عليه تهمه الرشوه لموكلي. بعد اذن سياده الرئيس، الاساس الجنائي سليم ومالوش اي علاقه بالكلام الخايب اللي قالته الاستاذه. نسمعه يا سياده الرئيس، انا بطالب عداله المحكمه بإن احنا نفض حرز المسجل لموكلي، ونقارن بين الحوار اللي اتقال في التليفون وبين الحوار الخايب اللي أنا بقوله. 10 اتصالات في ربع ساعة ليه؟ دي جملة المشوهندس جابر في أول المكالمة. أنهي منطق بقى يقول إن جابر الكومي متفق مع مدحت الشرباجي إنه يدير له صفقة رشوة كبيرة زي دي، ويرن عليه في نفس توقيت الصفقة 10 مرات وما يردش عليه، وفي الآخر لما يرد يقول له عايز إيه؟ يقوم رادد الأستاذ مدحت ويقول الراجل منشف دماغه على 7 مقفولين ومش راضي ينزل ولا مليم واحد. طب 7 إيه اللي مقفولين؟ 7 إيه؟ 7 جنيه؟ 7,700؟ 7 مليون؟ ما جاش في بال النيابة اللي حركت الدعوة وكتب التقرير الاتهام إن الكلام ده مبهم جداً ويحتمل أكتر من معنى؟ ما جاش في بالها إن مدحت الشرباجي
بيدير صفقة الرشوة دي لنفسه، وإنه كلم جابر الكومي بالأسلوب المبهم ده عشان يوهم المرتشي إن هو متفق معاه. ده التلبيس واضح يا سيادة الرئيس. لو دي لعبة الشرباجي لوحده وجابر الكومي ما يعرفش عنها حاجة، جميل، إيه اللي يخليه يستجيب في المكالمة ويقول له اديهم له؟ موظف عنده بيشتري له عربية، شاليه في الساحل، أو شقة زي سعادتك، زي شقة الحدايق. أنا قلت في المكالمة المفتوحة أمام المحكمة إن سعادتك مش هتتنازل عن 800 ألف ولا مليم، وسعادتك وعدالة النيابة سبقته بسوء النية واعتبرته إن دي رشوة لعدالة المحكمة وأمرته بالقبض عليا، وأكيد كمان كنت هتقبضه عن السمسار الغلبان اللي عيني عايز شقة. ده التفاف يا سيادة الرئيس، وطريقة ملتوية من الأستاذ عشان تخلي عدالة المحكمة تتكلم عن أيوة التفاف يا سيادة النائب، هي مش محتاجة أي ذكاء، وأكيد التليفون ده اختراع تافه مني، حيلة. أنا اللي قريت الإعلام وكلمت السمسار وطلبت منه إن هو يكلمني في التوقيت ده بالتحديد، ومستعدة أتحمل اتهامي لافتعالي دليل وهمي أمام عدالة المحكمة. أنت مش شايفة إن دي جرأة زيادة عن اللزوم يا أستاذة؟ طب أعمل إيه يا سيادة الرئيس؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه والداخلية مصممة إنها تورط موكلي وتدينه وتدمره بأي شكل؟ أعمل إيه عشان أهرب من الترصد العجيب إلا بالطرق الملتوية دي؟ يا سعادة الرئيس الواقعة واضحة جدا، والمتهم التاني ما اعترفش بأي كلام من ده في تحقيق النيابة. حضرتك عايزه يعترف بإيه؟ بإنه استغل وظيفته في شركة جابر الكومي؟ بإنه استغل جابر الكومي في مكالمة تليفونية رخيصة عشان ينهي صفقة لنفسه؟ أنا عايزة أعرف إحنا ممكن نتهم جابر الكومي بإيه بالظبط؟ أحاسبه على مكالمة مبهمة وغامضة زي اللي عملتها قدام سعادتك؟ وكل ده عشان إيه؟ عشان في ناس كتيرة في البلد بتكره جابر الكومي؟ أيوة، في ناس كتير في البلد بتكره جابر الكومي، وأولهم أنا. أيوة سيادة الرئيس، أيوة أنا بكره جابر الكومي، ما بصلطفوش. وقبل الواقعة بيوم واحد بس قدمت استقالتي للشركة، وآدي صورة الاستقالة. إنسان متعجرف أناني، فاكر إن هو من طينة غير طينة البشر كله. لكن السؤال المهم لعدالة المحكمة، هل عشان أنا بكره أي مخلوق في الدنيا أو ما بصلطفوش أتهم ودمر سمعته وحياته ويرميه في السجن؟ مرافعة تاريخية مذهلة، قدرت تدخل جوه قلب رئيس المحكمة وتقنعه بجد ببراءة جابر الكومي، ده غير الأدلة القوية اللي هي قدمتها. أخدت حكم براءة لجابر الكومي وحكم بخمس سنين لمدحت الشرباجي. لو الشيطان نفسه كان بيترافع للكومي ما كانش قدر يخلصه بالعبقرية دي. انتي بتعيطي يا داليا؟ لا، بس أنا عايزة أعرف حضرتك بتفرجيني الفيديو ده ليه؟ أنا بقول عليكي شاطرة وذكية، أكيد يا داليا أنت فاهمة كويس إن مفيش حد أحسن منك يقدر يتكلم عن كارما سليم. يتكلم؟ يتكلم يعني إيه؟ افهمي يا داليا، كارما النهاردة بطلة حدث مسمع في البلد كلها، صورها وأخبارها وكل شيء عنها مغرق السوشيال ميديا، يعني بقت سوبر ستار. وأنا مالي؟ يعني إيه وأنت مالك؟ هي في مادة أحسن من كده نقدمها في أول حلقة في البرنامج بتاعنا؟ انت نسيت انك بنت خالتها وانك اكتر واحده تقدري تتكلمي عنها. انا كده فهمت، بس لو حضرتك فاكره بقى ان انا ممكن اقبل الشغل هنا عشان انا اقرب مصدر لكارما سليم، لا، النمر غلط. انا ما اعرفش حاجه عن كارما ولا ليا اي علاقه بيها. عن اذنك داليا ثانية، اللي حضرتك كنت عايزاه مني مش هتلاقيه. انا لا هستضيف كارما ولا حتى همجد فيها، وده عز الطلب بالنسبه لي. عز الطلب؟ يعني إيه؟